هنا أنا هستأذن ناخد معانا على التليفون دكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر. أهلا بيك يا دكتور جمال. أهلا بحضرتك، كل سنة وأنت طيب. وحضرتك طيب وشعبها العظيم بخير. وحضرتك دايما بخير يا دكتور جمال. أنا أعلم جيدا كيف يرى الدكتور جمال شقرة مشروع يوليو، ولكن أنا محتاج إن احنا نسمع من الدكتور جمال شقرة أمام المشاهدين والمشاهدات في كل جمهورية مصر العربية بل وفي أنحاء المنطقة بالكامل، كيف كانت ثورة يوليو، وكيف إنه يوليو هي واحدة من اللبنات التي تبنى عليها الجمهورية الجديدة، زي يمكن ما ذكر الرئيس وقال نحن لا نبني على أنقاض ما سبق ولا نلغيه ولا ننساه، بل بالعكس احنا بنستكمل نفس المشوار، مشوار الشعب اللي عاوز يستقل ويبقى في عنده استقلالية في إرادته وفي قراره الوطني، الشعب اللي من حقه يشوف أمته ووطنه تعلو فوق كل الأمم. تمام، يعني أولا بأثمن كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي كلمة موضوعية ودقيقة للغاية. فثورة يوليو هي محطة من محطات التاريخ المصري، ولكنها محطة مهمة طبعا، أو نقطة تاريخية رمزية مهمة بننطلق منها. وما قبل يوليو ليس معناه أن احنا بننسى ما قبل يوليو. صحيح. فيوليو نفسها ما هي إلا نتيجة للمقدمات التي تعرضت لها مصر وتعرض لها الشعب المصري، ربما نبتعد كثيرا إلى 1882، الثورة العرابية قبل ذلك بضرب تجربة محمد علي سنة 1840، معاناة شديدة عاناها الشعب المصري، وخاصة بعد فشل ثورة عرابي ووقوع الاحتلال البريطاني. عندنا مقدمات، وعندنا في نفس الوقت حركة وطنية ورموز لعبوا دور مهم جدا في محاولة تحقيق حلم الحرية والاستقلال للشعب المصري. أما ناصر إلى الأربعينيات، الحلم متعثر، تحقيق هذا الهدف أمامه عقبات كثيرة. وهنا بتظهر عظمة ثورة 23 يوليو، إنه الكل راهن على الضباط الوطنيين، القوى السياسية والاجتماعية بظروفها الموضوعية في الأربعينيات، وخاصة بعد يعني إهانة مصر في رمز الملك فاروق بعد حادث 4 فبراير 1942، حصار قصر عابدين، عندما حصرت الدبابات قصر عابدين، المسألة باتت واضحة تماما إنه اللي بيمتلك السلاح واللي بيمتلك التنظيم هو القادر على انه يحقق للشعب المصري حلمه ويطرد الاستعمار البريطاني. وهنا على فكره احنا يعني شفنا التقارير اللي كتبت في المخابرات الحربيه ومخابرات الملك على الضباط الذين لحق الدين يد السياسه، الذين يعني لهم السياسه داخل الجيش، لانه الجيش ما بيلعبش سياسه، لكن امتى يخرج عن الحدود ويعالج المشاكل؟ لما تهدد الدولة بالانهيار. وهذا ما حدث في مصر قبيل 23 يوليو، وما حدث في مصر في 25 يناير، ثم الثورة العظيمة. صحيح. في 30 يونيو، الجيش هنا، الضباط الوطنيين هنا، هم يعني حماية لبلدنا من الضياع والانهيار. وطبعا ما حدش يقول انه تضيع ازاي ولا تنهار ازاي، ما كم من دولة يعني حذفت من على الخريطة، وكم من امبراطورية انتهت. يعني حتى في الكتب المقدس، اين معالم عاد وثمود وإرم ذات العماد، اين معالم امبراطورية الاسكندر الدولة العثمانية؟ الجيش الوطني هنا هو اللي تدخل عشان يحقق حلم مصر وعشان يحميها ويطرد الاستعمار. ودي عظمة ثورة 23 يناير. ويمكن أنا ما بلغتش عندما ذكرت قبل ذلك أنه هذه الثورة في دول العالم الثالث بل على مستوى العالم هي أعظم من الثورة الفرنسية.
وهذه والله ليست مبالغة، مش مبالغة، لأن الثورة الفرنسية قامت في مواجهة كبار ملاك، آسف، كبار النبلاء، كبار النبلاء وكبار رجال الدين فقط. أما ثورتنا العظيمة فقامت ضد الاستعمار بدبابات وثمانين ألف جندي موجودين في قاعدة قناة السويس، وفي نفس الوقت في الداخل شرطة الملك وجيش الملك باستثناء الضباط الوطنيين. فهنا بتستمد ثورة يوليو يعني عظمتها وأهميتها من أنها واجهت هذا التحدي. ونرفع القبعة للضباط الشبان اللي بمجرد ما دخلوا الجيش 33 و36، بعد 36 أكثر طبعا أبناء الطبقة الوسطى دخلوا، الحقيقة كانوا عندهم حالة من الحزن الشديد على ما يرونه. قالت إليه الأحوال في البلاد، ودي كانت الحقيقة طبعا كان وضعا كارثيا. ويمكن كان، أنا أتذكر أنه كان الزعيم جمال عبد الرائع عبد الناصر كان عنده مؤلف كان اسمه السبيل إلى الحرية، وكان مؤلف أدبي بالأساس يعني. وهنا ده برضو بيورينا، عايز أذكر أولا دكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والتاريخ المعاصر كما جرت العادة يا دكتور،